تواجد معنا الكابتن المميز علي الحبسي ممثل منتخب عمان منتخب وكذلك نادي ويغان أتلتيك في الدوري الإنجليزي. يعطيك العافية وحياك الله اليوم في المارينا. الله حياك يا رب. إن شاء الله حياك الله يحفظك. اليوم بكلمك عن حظوظ المنتخبات العربية إلى الآن، شلون تشوفها؟ والله لين اليوم أعتقد أن الجولة هذه راح تكون جولة حاسمة للمنتخبات العربية. منتخب التونسي بعد إن شاء الله ساعات راح يلعب مع منتخب الفرنسي، مباراة كبيرة، مباراة يعني لازم نعرف أنها الجانب الفني جدا كبير فيها. المنتخب السعودي نفس الشيء عنده فرصة كبيرة أمام منتخب المكسيكي، وإن شاء الله الأيام القادمة منتخب المغرب نفس الشيء عنده الفرصة. فلين الجولة الأخيرة المنتخبات العربية لها فرصة كبيرة في الصعود إلى دور 16. حضورها جدا إيجابي، الجانب الفني كان جدا عالي بهذه المنتخبات، خصوصا المنتخب المغربي والمنتخب السعودي اللي فرصتهم أنا أعتقد أنها يعني بيدهم الفوز في المباراة، يعني الصعود لدور 16، وهذا بيكون شيء تاريخي بالنسبة لنا أن نشاهد إن شاء الله منتخبين عربيين في دور 16. الدعم جدا كبير، الدعم الجماهيري لكل المنتخبات العربية جدا عالي، وهذا الشيء ما أعتقد أن نحن شفناه في السابق في بطولات سابقة. فهذه فرصة كبيرة المنتخبات ان يستغلوا هذا الدعم، لان دائما لما تحس انك تلعب ما بين ارضك وجمهورك المستوى جدا يكون عالي والحضور الذهني مميز. كابتن علي، هل تشوف انتصار المنتخب السعودي على منتخب الارجنتين اعطى الهام او عامل نفسي لبقيه المنتخبات؟ يعني حتى اليابان لما شفناها انتصرت على منتخب المانيا. اكيد فعلا يعني فوز المنتخب السعودي اعطك يعني امل كبير ودعم معنوي جدا عالي لجميع المنتخبات. يمكن هذيك الجوله شفت فيه فعلا فرق ما كان متوقعه فازت على فرق كبيره ومنتخبات كبيره. فالمنتخب السعودي ادى اداء جدا كبير وحصل على نتيجه المنتخب الارجنتيني وواصل على الاداء الايجابي. انا بالنسبه يمكن مباراة المنتخب البولندي كأداء كان أفضل المنتخب السعودي، ولكن عدم التوفيق في المباراة، لكن هذا الشيء أعطى مسؤولية كبيرة للاعبين أنهم يبذلوا كل ما عندهم. اليوم راح نشاهد بالنسبة لي أكثر من 80,000 متفرج يمكن أو أكثر في هذه المباراة اللي راح تكون مع منتخب المكسيكي، دعم جدا عالي. فهذه فرصة للمنتخب السعودي إن شاء الله نشوفه في الأدوار القادمة إن شاء الله. تشوف ان الفجوه قلت ما بين المنتخبات؟ يعني نلاحظ الحين يمكن المغرب انتصرت على بلجيكا وغيرهم. اكيد اليوم الفجوه اكيد قلت، لان اليوم لما تجي وتشوف المنتخب السعودي يمتلك لاعبين جدا كبار، الدوري السعودي الدوري جدا قوي، يستقطب لاعبين على مستوى جدا عالي، مدربين على مستوى عالي، فهذا يدل لك ان الكره السعوديه دائما في تصاعد. المنتخب المغربي نفس الشيء، منتخب يمتلك لاعبين جدا كبار يلعبوا في اعرق الدوريات في العالم، فهذا يعطيك دائما الفرق يعني الفوارق الفنيه تكون قليله جدا، لان بحكم تطور كره القدم، تطور المدربين، تطور اللاعب نفسه، فهذا دائما يعطيك الفارق يكون جدا بسيط ما بين المنتخبات. شكرا. الله يعطيك العافيه.